السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله جايب لكم مخطط كهربي للإنارة والسوكتس أو للبرايز بتاع الكهرباء. الهدف من الفيديو هو كيفية قراءة المخطط بأسهل طريقة ممكنة. إزاي أقدر أقرأ المخطط الكهربي بتاعي بأسهل طريقة ممكنة، بحيث ان انا ما اتلخبطش وانا بقرا المخطط. فانا جايب مخطط كهربي لاناره، ادي مبنى من المباني، ودي رسمه الاناره بتاعته، رسومات الاناره بتاعته زي ما انت شايف، عباره عن مجموعه من الدوائر، كل دايره مكونه من مجموعه من الكشافات اللي هي بالاصفر دي، والتوصيل ما بين كل كشاف والتاني اللي هي المواسير والكابلات أو الأسلاك اللي هتتوصل بيها الدايرة بتاعتنا. كل دايرة بتبقى مكونة زي ما قلنا مجموعة من الكشافات والمفتاح بتاع الإنارة في كل مكان ورقم للدايرة أو اللينية اللي موجودة عندي اللي هي المفروض تروح على اللوحة الكهربية. تمام، ده بالنسبة للإنارة. بالنسبة للسوكيتات نفس الكلام، برضو سوكيتس أو البرايز بتاعتي، سوكيت مثلا فردي اهوت متوصل بواحد تاني عن طريق برضو توصيل ما بينهم بالأسلاك، والتوصيلة ما بين السوكيت ده والسوكيت ده نفس الكلام، لحد ما أوصل لآخر اللينيا بتاعتي او الدايره بتاعتي واطلع على رقم الدايره او اللينيا بتاعتي على اللوحه. تمام، الهدف زي ما قلنا ان من الفيديو ان انا عايز اقرا المخطط اللي قدامي ده باسهل طريقه ممكنه. اسهل طريقه ممكنه لقراءه اي مخطط كهربي، اول حاجه لازم طبعا بعد ما بصيت على المبنى بتاعي وعرفت ان المخطط ده خاص باللايتنج سيستم، بنظام الإنارة في المبنى، أول حاجة بص عليها اللوحات الكهربية داخل المبنى ده اللي هي اللوحات الفرعية داخل المبنى ده. لو جيت أبص هنا هلاقي إن في تلات لوحات موجودين عندي، الرسمة بتاعتهم أهو، أدي واحد اتنين تلاتة. اللوحة الأولانية اللي هي الديستريبيوشن بورد داش بي 1، واللوحة التانية اللي هي يو دي بي داش بي 1، واللوحة التالتة اللي هي الإي دي بي داش بي 1. الثلاث لوحات دول لو جبت السنجل لاين دايجرام بتاعهم هسهل على نفسي كتير جدا في قراءة المخطط بتاع اللوحة اللي انا شايفه قدامي او المخطط اللي موجود قدامي. فاول حاجة بص عليها لازم اجيب اللوحات ديت واشوف التكوين بتاعها من جوه عامل ازاي، لان ده هيسهل عليا كتير. انا الثلاث لوحات مرسومين ك يعني كمسقط افقي عندي موجودين على جدار او حائط من الحوائط اللي موجوده في المبنى جنب بعض بالشكل ده كده. السنجل لاين دايجرام بتاعهم لازم ابص عليه. فانا لو رحت كده بصيت على السنجل لاين دايجرام بتاع الثلاث لوحات اهمت، اللوحه الاولانيه اللي هي الدي بي داش بي 1، وديت الديستريبيوشن بورد، وديت اللوحة الفرعية الرئيسية داخل المبنى ده اللي متغذية من المحول الكهربي أو من التغذية العمومية اللي جاية من شركة الكهرباء. تاني حاجة هلاقي اللوحة اللي هي الـ EDB اللي هي الـ Emergency Distribution Board. Emergency Distribution Board وديت اللوحة التانية، الكهرباء التانية داخل المبنى اللي بيتم تغذيتها من مولد الطوارئ في حال انقطاع التيار الكهربي اللي جاي من شبكة الكهرباء. اللوحة التالتة لو بصيت عليها هلاقيها اللي هي اليو دي بي، وديت الانتربتبل ديستريبيوشن بورد، وديت اللوحة اللي بتغذي للأحمال المفروض الكهرباء ما تتقطعش عنها في حال اني
بأي حال من الأحوال في حال إن التيار الكهرباء الرئيسي اللي جاي من الشبكة الرئيسية انقطع. تمام، فديت اللوحة اللي بتتغذى من اليو بي اس. يبقى عندي الثلاث لوحات، عندي اللوحة الرئيسية التغذية بتاعتها جاية قلنا من المصدر الرئيسي اللي هو المحول، تمام كده، أو من التغذية اللي جاية من شركة الكهرباء. واللوحة التانية بيتم تغذيتها طبعا على مولد الطوارئ، تبقى شغالة في البداية على التيار الأساسي. يعني اللوحة دي في البداية بتبقى شغالة على التيار الأساسي أو الرئيسي بتاعنا اللي جاي من شركة الكهرباء، وعن طريق الـ ETS اللي هو الأوتوماتيك ترانسفير سويتش. في حال انقطع التيار الرئيسي بيبدأ المولد يغذي الأحمال اللي موجودة عندي على اللوحة ديت بحيث إن هي تشتغل مع الطوارئ. اليو بي اس بتبقى متوصلة باليو بي اس مباشرة. في حال برضو انقطع التيار الرئيسي عنها، اليو بي اس بيبدأ يغذي الأحمال دي مباشرة بحيث إن التيار ما ينقطعش عنها ولو للحظة، عشان أهمية الأحمال دي. مقاسه 3 × 50 × 25 × 16 مليمتر مربع، اللي هو 3 فيز أو 3 كور، 50 مليمتر، ده اللي هو L1 وL2 وL3، وزائد الـ25 ده اللي هو النيوترال، والـ16 مللي ده اللي هو البروتكشن ايرثنج كابل، اللي هو أو الكوندكتور اللي هو البروتكشن ايرثنج، 16 مليمتر مربع. يبقى كابل كله عبارة عن 3 × 50 × 25، وبيجي كابل أو كوندكتور فرداني معزول، بيبقى غالبا بيبقى لونه أصفر فأخضر أو أصفر، وبيبقى 16 مليمتر مربع، ده للبروتكشن ايرثنج للوحة. ده التوصيف بتاعه مالتي كور بي في سي، العزل بتاع الموصلات بي في سي على بي في سي، ده اللي هو العزل او الغلاف بتاع الكابل. ونوع الموصل كبر، نوع الموصل الموصلات اللي موجودة كبر، والجهد بيبقى 6 × 10 × 1 كيلو فولت، ده الريتد او الماكسيمم ريتنج فولتج بتاع الكيبل اللي يقدر يتحمله، بيبقى من 6 × 10 على بيبقى 6 × 10 × 1 كيلو فولت. تمام، ده الانكمنج، وده قلنا بعد كده ده المولد كي سيركت بريكر او المفتاح الرئيسي للوحه، وده عباره عن 100 امبير. مولد كي سيركت بريكر اللي هو النوع المقولب، و25 كيلو امبير اللي هو الشورت سيركت كارنت بتاعه. يبقى الاي ان بتاع المفتاح 100 امبير، نوعه مولدد كيس سيركت بريكر، وشورت سيركت كارنت بتاعه 25 كيلو امبير. بعد كده هيدخل على البارات اللي هي بتاع اللوحه، جود بتاعتها بتبقى 320، طبعا 380 على 220، وشورت سيركت كارنت بتاعها بيبقى 10 كيلو امبير. ديت البارات، وبيبقى في هنا تيرمينال للارسنج. تمام، لو جينا نبص على المفاتيح ديت، هي دي المفاتيح بتاع الدوائر الفرعيه اللي انا عايز اقراها. انا عشان اسهل على نفسي قبل ما ادخل على الموضوع ده او على موضوع المفاتيح، بدخل اول حاجه اشوف الايدنتيفيكيشن سيركت او النمبر اوف ايدنتيفيكيشن سيركت، عدد الدوائر اللي موجوده عندي في اللوحه. فلو جيت ابص كده هلاقي ان ديت النمبر اوف ايدنتيفيكيشن سيركت، ديت عدد الدوائر اللي موجوده عندنا اهيت، وده السيركت نمبر ارقام الدوائر، وده اللود تايب اللي هو نوع اللود اللي موجود عندي، وده الواير سايز بالمليمتر مربع، ونوع الموصل. تمام، نفهم ايه ازاي بقى عشان نقرا اللوحه ديت بسهوله. اول حاجه بص على الدايره بتاعتي، الدايره بتاعتي اللي هو اللود تايب عندي ايه. اول حاجه اللود تايب عندي لايتنج، يبقى اللوحه ديت فيها لايتنج، مغذيه دوائر اناره. جميل، طب ماشي، كم دايره بقى في اللوحه ديت اللي دوائر الاناره، دوائر الاناره اللي موجوده في اللوحه دي كام دايره؟ هبص الاقي ان عدد الدوائر هو كاتب هنا اكس 4 اللي هو عدد الدوائر، اكس 4 يعني اربع دوائر، يبقى عندي اربع دوائر الاناره في اللوحه دي. ارقامهم من 1 لـ 4،
أرقام الدوائر اللي هي سيركت نمبر من 1 إلى 4، يعني 1 و2 و3 و4. يبقى أول حاجة أبص عليها اللود تايب. عندي لايتنج عدد الدوائر كام؟ 4، اللي هو النمبر اوف ايدنتيفيكيشن سيركت 4. السيركت نمبر واخده ارقام من 1 لـ4. الواير سايز بعد كده بالمليمتر مربع، ونوع الموصل هتلاقيه 3 × 2.5، وديت الموصل او الاسلاك اللي هتوصل ما بين الكشافات وبعضها. ده مقاس الاسلاك اللي انت هتستخدمها. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وما تنساش تعليق ايجابي او اي كومنت ليك، ويا ريت الاعجاب لو الفيديو عجبك، وشارك الفيديو كي تعم الفائدة على الجميع.